مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم من اول وجديد. تشتري عربيه جديده ولا تستنى الاسعار هتنزل في شهر يناير؟ محدش يشتري غير في اول السنه لان الاسعار بتنزل. ده الكلام اللي كلنا بنسمعه في نفس التوقيت. هل فعلا الاسعار بتنزل في اول السنه؟ وهل ده موجود فعلا على ارض الواقع؟ وهل التجار بتنفذ الكلام ده؟ ولا العربية مش موجودة وتحجزها شهر واتنين وتروح تستلمها يقولك أصل الأسعار زادت؟ وهل الحملات اللي بنسمع عنها بتجيب نتيجة زي مثلا نخليها تصدي؟ وهل انخفاض الأسعار ده هيبقى على جميع السيارات ولا سيارات معينة؟ أسئلة كتيرة هنطرحها على ضيوفنا اللي مشرفينا من أول وجديد النهاردة، سيادة اللواء عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. والأستاذ عصام غنايم خبير السيارات. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. والأستاذ محمود خيري خبير السيارات. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. كل سنة وحضراتكم طيبين. دي أول سنة في السنة الجديدة، يا رب جعلها سنة سعيدة علينا وعلى العالم العربي كله إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا ده السؤال اللي بنسأله كل سنة في التوقيت ده، هل فعلا السيارات هتنزل ولا مش هتنزل؟ هل نشتري في التوقيت ده موديل السنة الجديد ولا هتضحك علينا؟ رأي حضرتك إيه؟ هو فعلا حصل، يعني اللي قلناه للناس وكنا بنقوله الفترة اللي فاتت، الشريحة الأخيرة من اتفاقية الجمارك التركية اتطبقت ونزل شركتين من الشركات بأسعارهم. يعني في شركة ما زالت متعنتة من الثلاث شركات اللي كان المفروض ينزل الأسعار، لكن المنافسين هم كمان مجبرين ان هم ينزلوا الاسعار، فتوالي انخفاض الاسعار شغال فالناس استفادت. طب حضرتك شايف اللي بينزل دلوقتي اسعاره، هل العربيات الاوروبيه فقط ولا العربيات بصفه عامه على مستوى العالم؟ لا يا فندم، بصفه عامه في عربيات صينيه نزلت من ثمنها 70 و80 الف جنيه، ما قدرتش تنافس او ما قدرتش تواكب اسعار السيارات الاوروبيه واسعار السيارات اليابانيه. نزل كله في الثمن 70 الف جنيه؟ في 70 الف جنيه. في شركات نزلت نسب اكبر من دي كمان في الشركات الصينيه، وكانت ماركات جديده داخله مصر باسعار مرتفعه جدا جدا، لكن الفتره اللي فاتت المنافسه قدرت تضغط على الشركات دي، اصل مش هينافس مش هيستمر. المستهلك المصري هيروح للعربيه الاوروبيه اللي فيها سيفتي فيتشرز كويسه، فيها مواصفات امان. في نفس الوقت المستهلك الصيني، المنافس الصيني قصدي، ما بقاش ليه مستهلك زي زمان، فاضطر وكيل السياره الصينيه ان هو ينزل بثمنها، وده حصل لان المنافسه بتجبر. في اتفاقيات بتخدم نوعيات معينه من العربيه، لكن المنافسه هتجبر الباقي انه ينزل، ما يقدرش يواكب التسعير الغريب في السوق، هيبقى الجاب ما بينه او الفجوه ما بينه وما بين العربيه الثانيه كبيره جدا، فاضطر ينزل، وده حصل فعلا. طب استاذ عصام، راي حضرتك ايه؟ هل الحملات اللي اتعملت مؤخرا يعني تحتفل السنه دي مع بدايه السنه بمرور عام عليها زي خليها تصدي جابت نتيجه؟ مبدئيا خليها تصدي مش اول عام ولا حاجه، هي بدات من 2015 تمام؟ ولكن يمكن الحمله الاكبر، بس هم كاتبين على الصفحه عندهم ان هم بيحتفلوا بمرور عام على دي الحمله الاخيره في الاصدار، ودي تعتبر الاكبر حجما. تقريبا 2.8 مليون مشترك دلوقتي فيها، فدي الحمله الاخيره. انما في حملات قبل كده. طيب هل هي السبب في نزول الاسعار؟ طبعا هي كان ليها دور اكيد، ولكن هي مش هي الشيء الوحيد. يعني بيبقى في دايما لما بيحصل تغيير في المعادله، في مركبات في المعادله داخله، المركبات دي بتبدا تتغير فالنتيجه بتتغير. المركبات دي بقى كان من ضمنها مثلا كان في شويه راجعه للركود الاقتصادي، كان في ركود اقتصادي شويه، كان في طبعا طموحات الناس اللي ارتفعت برضو بالحمله، ان احنا المفروض ان احنا في 2019 و2020 الاسعار هتبدا انها تنزل قوي، الناس ما لقتش النزول ده فبدات انها تمتنع. كان في كمان ان الناس بدات ان هي ايه، انت عارفه، تقارن بدول تانية. طيب انا دلوقتي لما ابقى زيرو جمارك، طيب انا هيبقى زي مثلا فرنسا، زي مثلا دول عربيه مثلا زي الكويت، زي الاردن، زي السعوديه. طيب انا يعني انا هركب العربيه بثمن ما هي موجوده في السعوديه؟ ده ما حصلش. من هنا بدات تبقى او من هنا بدات تظهر المشكله، ومن هنا بدا الاتهام للتجار والوكلاء بان هم بيكسبوا مكاسب مش طبيعيه، لان المفروض ان السياره ثمنها من مصدر واحد، بعد كده المصاريف بتاعتها تعتبر واحده بالمقارنه بدول ثانيه. الحاجه الاخيره بقى، طيب هي ليه سعرها هنا مش شبه بره؟ ده السؤال اللي وقف الدنيا. طب حضرتك رد لنا على السؤال ده، ليه هنا سعرها مش زي بره؟ والله لها حاجات كتير بقى، يعني لها حاجات كتير، يعني حاجات من ضمنها ان احنا مش فاهمين حاجه هنا بالنسبه لتسعير السياره بالنسبه للوكيل، انت بتسعرها على اي اساس؟ الحاجه الثانيه ان في نسبه احتكار كبيره، بمعنى ان في مثلا ثلاث اسماء في السوق دول تقريبا اخدين تقريبا 70 او 80% من الماركات اللي موجوده باسم الثلاث اسماء دول. فالاحتكار دايما بيؤدي لارتفاع الاسعار. انا خلاص انا متحكم في السلعه، فانا بحط السعر اللي انا عايزه، انت عايز تشتري عايز مش عايز براحتك، هترجع لي.
فالاحتكار ده كان عليه عمل كبير قوي. ايوه بس الكلام ده حضرتك بتتكلم على فكره الاحتكار دي، ما دي موجوده من عشرات السنين، بس ما كناش بنلاقي المبالغه يعني الغير محتمله اللي احنا شايفينها دلوقتي. يعني اسعار السيارات زادت الفتره اللي فاتت بطفره كبيره جدا، بقت يعني لا تتناسب مع دخول المصريين. انا عايز اقول للستات حاجه، الفتره اللي فاتت دي كنت في زياره دوله الكويت، بالنسبه لسوق السيارات هناك والوكلاء بمر على السيارات هناك. الفكره يا فندم ان انا لقيت السيارات المستعمله هناك، ودي كانت صدمه بالنسبه لي، في بعض الماركات المعينه، يعني مثلا هنقول مرسيدس فياجرا، دي عربيه موديل 2002، العربيه دي ثمنها في مصر 15 ضعف ثمنها في الكويت. متخيل الرقم؟ 15 ضعف. في الكويت تقريبا تقف ب 21000 جنيه مصري مستعمله في السوق المستعمل، هنا في مصر تقف ب 390. لا وفي نقطه ثانيه برضو حضرتك يعني ممكن برضو يعني تاكدها لي، يعني بمتابعتي لسوق السيارات بره مصر وجوه مصر، لا في عندنا خلل. ليه بقى؟ السيارات المستعمله اللي موجوده في الدول العربيه بتكون تابعه لشركات تامين، في تعاقدات مع شركات تامين، شركه تامين بتحدد السعر وبتنزله كل سنه بمقدار معين، بتلاقي في الاخر العربيه المستعمله قيمتها قليله جدا. احنا عندنا في بعض العربيات المستعمله بيضاعفوا اسعارها بعد استعمالها بعشرات السنين. حصل. وتبص حصل. تلاقيها مثلا عربيه كان شاريها ب 20000 جنيه عايز يبيعها ب 180000 جنيه واكتر. يا فندم السوق، سوق السيارات في مصر سوق غير منطقي وغير عقلاني ولا يتبع اي اسس علميه. ليه؟ لان المفروض ان في حاجه اسمها معدل اهلاك، ده مش ما بنسالش احنا فيه. الفكره ان السوق بالوضع اللي هو ماشي فيه ده حتميا رايح للانهيار، رايح ان هو يقع كمان بزياده، مش هيطلع لقدام. لو ما فيش تغيير، لو ما فيش ان نتحط ايدينا في ايدين بعض، ايدينا في ايدين بعض اللي هم الوكلاء، واكيد الحكومه هيبقى لها دور، المفروض ان يكون لها دور سيطره، تمام؟ والناس اللي هم المشترين اللي هو طبعا متمثلين بقى فينا احنا كميديا، يعني الشغل بتاعنا احنا مثلا احنا بنقدم شغل ميديا او بنشرح السيارات او يوتيوبرز او او او، الناس دي المفروض انها بتبدا انها تكون حلقه وصل ما بين الوكيل وما بين المستهلك. فابدا اقول له مثلا احنا دلوقتي وصلنا للسعر العادل او لسه ما وصلناش او الدنيا كده. وبعدين من ضمن الحاجات اللي برضو مكبره الموضوع او مخلياه ان هو اخد اكبر من حجمه، ان الناس دلوقتي بدات تفهم ان العمليه بقت سهله. انا دلوقتي ممكن انا ادخل دلوقتي بضغطه زر على الموبايل بتاعي، مش محتاج حتى بي سي، انا هدخل على الموبايل بتاعي هلاقي ان سعر السياره سين او صاد في دوله كذا بخمس قروش، وانا عندي هنا ب 15 قرش. طب ليه؟ المفروض هنقول ان الجمارك عندنا عاليه. طب ما احنا دلوقتي في حاجات بقت زيرو جمارك، لسه ليه احنا عاليين؟ هنقول مثلا مش عارف في قيمه مضافه و14% ومش عارف في رسم وارد مش عارف كام ورسم كذا، ماشي. بس في النهايه كل ده له سعر او له حجم، الحجم احنا طالعين عنه بكتير، احنا زيتنا عنه، واللي بيحصل ده مش في مصلحه حد. الواقع اللي احنا عايشين فيه ان احنا بقينا في صراع، ان الوكلاء في ناحيه، وتحس الموضوع داخل في عندي، يعني الوكلاء في ناحيه والمستهلكين او المشترين في ناحيه، وفي النص الناس بتوع الميديا، في ناس منحزل هنا شويه وفي ناس منحزل هنا شويه، بس في النهايه احنا ما وصلناش لحل. وزي ما بقول لسيادتك الوضع اللي احنا ماشيين فيه ده هنوصل لنتيجه كارثيه، ده طبيعي. مش من مصلحه الوكلاء ابدا ان هم يدخلوا في عند مع المشتري لسبب بسيط، لان انت هتبيع لمين لما انا هبطل بيع؟ ما هو طب خلينا نروح للست اللواء واسال حضرتك بحكم وجودك في الغرفه التجاريه. تمام يا فندم. مين اللي في ايده الكنترول على المهزله اللي احنا بنعيشها؟ مفيش فندم مهزله ولا حاجه. حضرتك احنا السوق بتاعنا سوق سيارات، احنا حضرتك بتقول على الكلام اللي انا سامعه ان الناس ما بتبيعش او ما فيش سوق او ما فيش الكلام ده، لا في سوق. والدليل على كده حضرتك احنا النهارده كسوق سيارات ما عندناش حاجه 19. كل السيارات اللي عندنا 2020، 19 عندنا حاجات قليله جدا، ما يعني ما وصلش 10% من حجم السيارات اللي موجوده. يعني حضرتك بتتكلم على ده دليل كل اللي موجود دلوقتي موديل 2019 في مصر اتباع. تقريبا يعني حاجات بسيطه اللي طب ايه بقى اللي كل اللي موجود 2020 اللي بيتقال عن ان في صفقه كبيره من السيارات، من جايه لحضرتك السؤال ده، صفقه كبيره من السيارات موجوده في الجمارك ولم يتم صرفها حتى الان. يا فندم ده كله كان 2020، وفي بعض السيارات اللي هي كان هينزل عليها التركي اللي هو الزيرو جمارك، فده حضرتك خلاص بدا يطلعوا من امبارح، بدات الناس تطلع من يوم 1/1 بدا يطلع العربيات دي عشان زيرو جمارك، عشان يوفر ال 4% وعشان ينزل السوق للسيارات. يعني زي شركه تويوتا مثلا النهارده اللي هي جايه من تركيا النهارده نزلت 10000 جنيه. ليه؟ اللي هم بيساووا ال 4% اللي هي حضرتك 10% بتنزل كل سنه، اخرهم كان السنه دي اللي هم ال 4% اللي هو من ثمن العربيه، فهو نزل من 10 ل 15000 جنيه. بقت العربيه النهارده سعرها نزل 10000 جنيه. وبدا يبيع وعنده حجز. على فكره حضرتك عندهم ويتنج ليست كتير،
يعني في عربيات عندنا في مصر بس انا مع حضرتك فيها ويتنج ليست. الويتنج ليست ده في بعض الانواع مش في كل الانواع. مش في بعض، ما انا بقول لك في بعض الانواع مش في كل الانواع. واخد بال حضرتك؟ هنيجي حضرتك، احنا عندنا مشكله اكتر من اللي احنا بنتكلم فيه ده، التصنيع المحلي. التصنيع المحلي عندنا هنا في مشكله. ان التصنيع المحلي بتاعنا مشكلته ان حضرتك ان احنا النهارده كله زيرو جمارك، الاتحاد الاوروبي زيرو جمارك، النهارده حضرتك افتفاية اغادير زيرو جمارك، تركيا زيرو جمارك. طب النهارده التصنيع المحلي بيدفع 7%. بيدفع 7% لمين؟ بيدفع الحكومه لخزانه الدوله على 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 المكونات بتاعته. طب ده هيتنافس ازاي؟ فين المنافسه بتاعته ده؟ ممكن سؤال؟ فين الشغل بتاعته؟ معلش، هو مش حضرتك احنا هنا التصنيع مش تصنيع كامل، احنا تجميع. تجميع يا فندم. طيب يعني التجميع ده هو بيبعت يجيب من المصانع اللي بره؟ على فكره يا فندم، دي مصانع شغاله مش تجميع يعني ورش، لا دي مصانع. من عارف مصانع شغاله مصانع. ومصانع فيها مثلا مش اقل من 15 20 الف. ايوه بس عامل. بس خلينا بالراحه كده. دلوقتي انا كمصنع عندي بجمع عربيه فيه، تمام. الحاجات اللي بجيبها للتجميع بجيبها من المصدر الام. تمام. البلد بتاعتها. تمام. طب ما هي بتديهاني برضو بزيرو جمارك. لا ما باخدهاش زيرو جمارك. ازاي؟ الصين حضرتك بيطبق عليها ما فيهاش زيرو جمارك، يعني ده اسيا ما فيش زيرو جمارك. ده بنتكلم على الجانب الاسيوي فقط، لكن احنا بنتكلم على ما عندناش حضرتك الاوروبي مثلا. لا ما عندناش حاجه حضرتك بتتجمع هنا اوروبي مرسيدس. بالمنظر ده مرسيدس يا فندم. مرسيدس كانت بتتجمع لسه ما جمع لسه برضه بيجمع هنا. بي ام ده قصه لوحده. هو المرسيدس دي عربيات فخمه يعني عربيات. هو بيحدد سعره، هو بيحدد سعره حضرتك، وسعره تقريبا زيه زي بره. يا فندم ايه اللي خلى رينو تجمع في المغرب وما تجمعش عندنا؟ يا باشا يا فندم احنا لازم نقف على رجلينا يا فندم. دقيقه واحده فندم. رينو اصلا متجمعه في المغرب، ده بين الحكومه المغربيه وبين شركه رينو. واخد بال حضرتك؟ ودي حضرتك على فكره ان الموكيل بتاعنا بياخد من المغرب. عشان دي اتفاقيه. فهو بالنسبه له الاتفاقيه بالنسبه له رواج اكتر انه يجمعها هنا. هو لو عنده مصلحه انه يجمعها هنا كان جمعها. واخد بالك؟ النهارده الناس اللي بتصنع بقى عندك هنا هي دي المشكله عندك. انت عندك مشكله كبيره في التصنيع. ايوه بس احنا لان عندك مكونات بتدافع عليها. تمام. اللي هو بتاع زي ما انا بس هرجع اقول لحضرتك يعني. ولنفرض ان حضرتك بتتكلم على ان احنا بنجيب مثلا من الصين. جبنا من الصين المكونات السياره وبدانا نجمعها هنا. هتدفع عليها جمارك. طب ما حضرتك لو جبت السياره بالكامل برضه هتدفع عليها جمارك. وبنلاقي السعر برضه فيه خلل، السعر مبالغ فيه بدليل على كده ان اللي هي ايه المستورده. استاذ محمود قال لك ان في بعض السيارات الصينيه قل ثمنها بحوالي 70% المستورده يا فندم. بتتكلمي حضرتك على العربيه المستورده ولا متجمعه؟ الاثنين. احنا بنتكلم على ان هنا بندفع ضرايب، بندفع جمارك للعربيه اللي جايه كامله من الصين، واللي متجمعه بندفع جمارك على الاجزاء اللي بتيجي لمصر للتجميع. تمام. بس هنا حضرتك هو لما بيجيب عربيه مجمعه واخد بالك حاجه او كامله بيدخلها بيدفع عليها 66%. خلاص اللي هي الجمارك بتاعتها. وهو بيجيبها طبعا في الصين هيجيبها رخيصه شويه، فهو حضرتك بيبقى سعره برضو مش عارف ينافس بيه، لان المنافسه هنا بقت برضو صعبه، لان اللي جايه من تركيا جاي زيرو جمارك، اللي جايه من المغرب جاي له زيرو جمارك. ايوه بس هل ده معناه احنا دلوقتي لو انا بقى واحد بفكر في التسويق بتاعي وجاي وعايز ادخل في سوق منافسه كبير، ابقى عارفه ان مثلا العربيه دي قيمتها قليله في كل الدول واجي هنا اضعافها ويبقى كده داخل في منافسه، ده كده في خلل يا فندم. لا يا فندم مفيش خلل ولا حاجه يا فندم. احنا هنا يا فندم احنا بندفع هنا في حاجه اسمها 14% وفي 3% رسم تنميه، وفي عندنا مصاريف كتير. 18% وفي عندك حضرتك الوكلاء ده عندهم مراكز خدمه بيشتغل فاتحينها، وعندهم موظفين، وعندهم تحويلات. انت حضرتك عارف الاوردر بتعمل في قد ايه؟ في 3 اشهر. يعني الراجل الوكيل دلوقتي اللي حصل ان في بعض العربيات الصيني سعرها نزل، لما هم بيتكفلوا بكل الفلوس دي زي على كلام حضرتك وان هو ده اللي المفروض يحصل، نزلوا سعرها ليه؟ نزل سعرها. ده نزل سعرها ايه يا فندم؟ يعني انا عندي عربيه صيني حضرتك بنزل سعرها قد ايه؟ 3000 جنيه ما قدرش ينافس. السينوفا يا فندم لسه نازله 80000 جنيه. يا باشا السينوفا نازله 80000. ماشي يا فندم نازله 80000 جنيه. مجموعه منصور منزله الام جي 70000 جنيه ماشي، وعربيه من العربيات الصينيه ذات الثقل يعني. ماشي يا فندم ماشي. هو عنده تكليف، هو عنده كوست، هو الوكيل النهارده. هو مين اللي بيتحكم في سعر العربيه؟ في نقطه ماشي يا فندم. الوكيل هو اللي عنده ايه؟ هو بيشوف بقى في الياس. حضرتك تراجع في الياس. هقول لحضرتك بس معلش، موجود 2017. لا ما عندناش. بص يا فندم انا بقول لك انا في غرفه سكودا فابيا. انا في الغرفه بس يا فندم بعد اذنك انا في الغرفه بس ما تحددليش عربيات معينه ليه؟ لان دي عربيات متسوبيشي لانسر شارك عربيات كانت الاكثر مبيعا في مصر، موجوده 2018 يا فندم. لا ما فيش 2018 مستحيل. في باشا يا فندم العربيات الناس هتشوفها اصلا. يا فندم ما فيش ما بين حضرتك ما فيش والله. ايوه بس احنا فعلا يعني زي ما استاذ محمود بيقول احنا
فعلا لما بننزل نشوف زي ما بقول لحضرتك كده وكلام اكيد 90% من السيارات اللي موجوده في مصر حاليا طيب 2020 طيب ما تجيبليش بقى انت ايه اعداد صغيره خليني بس ارد يعني على حضرتك بقول لك 90% بص حضرتك 20. احنا بنيجي نتكلم كل الناس عايزه تقول لك معاناه المستهلك بس هدي لك فرصتك بس يعني خليني ارد عليك واقول لك ان لا احنا عندنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم عن سوق السيارات ما بنتكلمش على نوع ولا اتنين انا بتكلم على السوق بصفه عامه تمام السوق بصفه عامه بيقول ان في بعض العربيات اللي خدت ثقه كبيره عند المصريين دي الطلب عليها مستمر وما بنلاقيش فيها عربيات واقفه في الاجنس في اي اجنس ولا عند اي تاجر لانها بتتباع على طول لكن في نفس الوقت عندنا بعض العربيات زي ما استاذ محمود بيقول القابليه عليها مش شديده لكن داخله السوق المصري بمنافسه وبنلاقي ان في موديلات من 17 و18 و19 لا في موجود يا فندم عربيات موجود عند التجار ما تقوليليش على عربيه مثلا ولا عربيتين عند واحد يا حضرتك لما تيجي تكلميني كلميني على الوكلاء قولي لي الوكيل عنده ايه يعني قولي لي الوكيل هنخلي عندك كام وكيل في مصر هنخلي الاستاذ عصام يرد طيب يعني عندك مرسيدس في 19 لا حضرتك انت في عربيه يعني العربيه المرسيدس بس انا بقولها في عربيات بي ام مثلا لا حضرتك بتتكلم على فئه الاغنياء الاغنياء اللي بيدخلوا في العربيات في انسان طب انسان انسان بتاع انسان بتاعت مين في بيجو البي واي دي البي واي دي يا فندم البي واي دي الصيني البي واي دي مصنع بي واي دي ومعانا عمرو بيه سليمان موجود في موجود معانا واخبار حضرتك في الرابطه وفي الغرفه حضرتك ما عندوش ولا عربيه جميل قوي زي الفل حضرتك ما عندوش ولا عربيه بتجمع في مصر ولا بتستورد بتجمع طب يعني اذا التجميع شغال تمام اهو يا فندم شغال في ايه يعني شغال في ايه يعني شغال في ايه يعني بقول لك يعني ما فيش ما عندناش بتقول من شويه بقول لك انا عايز التجميع هنا في مصر زعلان تمام عايز زعلان ليه؟ عايز اللي هو بيدفع هو بيدفع وغيره ما بيدفعش لا يا فندم مين اللي قال؟ هو طبعا ما بيدفعش بيدفع 18 بيدفع 7% كل المستوى اللي بيدفع بس يعرفنا مين اللي ما بيدفعش هو بيقول هو بيدفع على المكون المحلي 7% هو بيدفع 7% اللي هو جمع بيه دوكا حضرتك ما بيدفعش يا فندم ازاي؟ اللي هو جميع اللي هو التركي والاوروبي لا يا فندم بيدفع قيمه مضافه ورسم هو بيدفع قيمه مضافه رسم تنميه 3% وهو بيدفع 18% وحضرتك بعد اذنك والراجل نفسه بيدفع برضه 3% ايوه يا فندم بيدفع 14% يا فندم لازم يبقى مصري يا فندم بيدفع كده بس عنده بس شويه هدوء عشان الساده المشاهدين ما يتشتتوش هقول لحضرتك بس حاجه طب انا ما دام سيادة اللي هو معانا وفي الغرفه التجاريه يحل لنا مشكله معاناه المستهلك دوره معاناه المستهلك المصري انا ممكن احكيها لحضرتك دلوقتي اتفضل وبعد كده المستعمل تكلمت في المستعمل على فكره طب لا خلينا نتكلم في المستعمل خالص ما جابش سيره الياس سوق واحد معاه عربيه بيبيعها يبيع زي معايا انا لسه هقول لحضرتك سعرها مرتبط بزيرو بس حضرتك رد عليا سعرها مرتبط بزيرو عشان حضرتك رد عليا يعني انا ينفع ان انا ابيع وانا مستعمله بس اغلى من حضرتك لا طبعا طيب بص بهدوء عشان نعرف الزيرو نزل مش انا مرتبط بيه ولازم هنزل اشرح لحضرتك حاجه بهدوء يا استاذ عصام بعد اذنك يا سياده اللواء انا معايا عربيه يا جماعه يا استاذ عصام احنا على الهوا خلينا نسمع بعض نقطه نظام عشان الساده المشاهدين يسمعوا معانا دلوقتي انا في عربيه من العربيات اللي نزلت العربيه الفيات تيبو مثلا انا كرجل خبير سيارات واعتقد عصام نفس الكلام مش هنقدر نتكلم لان نزلوا رقم معقول حوالي 8% يعني خدوا كمان بالسعر العمله اللي اتحرر وخدوا بالتعريفه الجمركيه كويس جدا انا لو جيت ارشحها لو جيت ارشحها لحد دلوقتي حضرتك عارف دوره المعاناه ان دي عربيه نزل سعرها كويس روح يا جماعه اشتروها يا ترى الناس هتلاقيها بثمنها لا عليها 12000 جنيه اوفر برايس ممكن حضرتك تقول لي الاوفر برايس ده بيروح فين مين بياخده الدوله طب معلش خلينا بس عشان الساده المشاهدين يبقوا معانا ال 12000 جنيه حضرتك بتتكلم عليها دي مين اللي بيطالبهم بيها جبايه من الموزعين والتجار من الموزعين والتجار ما لا طب استاذن حضرتك شويه هدوء نخلي الست اللي هو يرد ما هو انا لا ده لسه هكمل طب خليه يرد على النقطه دي الاول هكمل لحضرتك حاجه ثانيه واحده اشتراها المستهلك دلوقتي وانا نصحته بيها تعالي حضرتك بصي المصاريف تشغيل العربيه دي والافتر سيل بتاعها في ظل الدول بره حوالينا كلها بتسعى انا عارف ان ده لازم يجي من الشركات الام لكن مفيش وكيل مصري سعى لان دي قصه تانية خالص انا اسف سبوبه تانية خالص الافتر سيل وخدمات الصيانات وقطع الغيار هنا في مصر ده يعني انا اسف فاحشه طبعا منطقية. طبعا قطع الغيار عربيه يا فندم اقتصاديه ثمنها 300000 جنيه بقينا نقول على الفئه دي اقتصاديه دلوقتي مضطرين للاسف يعني عندها صيانه ب 10000 جنيه عربيه ب 500000 جنيه لا اكتر لا لا عندها صيانه ب 10000 جنيه ده بدون الضريبه عربيه ب 500000 جنيه فولكس فاجن تجوان عندها صيانه ب 18000 جنيه صيانه ال 60000 هل ده يعقل
يعني المستهلك المصري من يوم ما يفكر انه يشتري عربيه لحد ما ينزل يجيب العربيه هو مش هياخد العربيه بمقيله له ابدا. استاذن حضرتك بس معانا الاستاذ احمد من الاقصر من الشده المشاهدين عايزين يشاركوا معانا. اتفضل حضرتك. اهلا بيك. مساء الخير يا استاذه نجيب. مساء النور. اهلا وسهلا. مساء الخير لضيوفك الكرام الزميل العزيز محمود خيري استاذ عصام سياده اللواء. اهلا. مساء الخير لجميع المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. اتفضل. كل سنه وانت طيب يا فندم. حضرتك معلش لسياده اللواء سؤالي. اللواء بيقول ان السوق ما فيهوش تهريج وان السوق مش مظبوط، على العكس تماما، انا مواطن من محافظه الاقصر. ايوه. تخيلي حضرتك ان في عربيه جديده وكيل اعلن عنها، انا مش هقول لي اسمها، بس هي عربيه صيني. العربيه دي انا لفيت محافظات الاقصر، قنا، اسوان، الغردقه، البحر الاحمر. مفيش اي وجود للسياره، تكلمي المعارض بتاعت السيارات عشان تحجزي. العربيه ثمنها 240. معظم الوكلاء عندهم العربيه دي ومخزنينها، بس لو انت عايزاها تسليم فوري ب 255، يعني اوفر برايس 15000 في العربيه. هل ده كلام يعقل او هل دي سوق؟ طيب حضرتك بيخزنوها بيقول لك مثلا انت هتستلمها بعد شهر شهرين كده؟ يا فندم ده على حسب بقى، اللي يقول لك شهرين واللي يقول لك 3 شهور، بس الكلام الثاني من كل الوكلاء على فكره. انا اقدر يعني ابعت لحضرتك على البرنامج كم الاحاديث والحوارات مع وكلاء وموزعين كتير. الاوفر برايس من 10000 ل 15000 على طياره صيني، وده اللي انا مستغرب له والله في الحاجه اللي زي كده، عربيه صيني لسه جديده في السوق. العربيه حضرتك اللي بتتكلم عليها دي تجميع مصري ولا مستورده بالكامل؟ لا مستورده بالكامل يا فندم من الصين. هي لسه ليها شهر. هي المفروض ان السعر بتاعها 240، الفئه الثالثه بتاعتها بتتباع على 255 لو انت عايز تسليم فوري. المشكله ان مفيش، احنا كمستهلكين فين جهاز حمايه المستهلك اللي يحميني؟ فين القوانين اللي ترضى الناس ديت انها تحط اوفر برايس؟ طيب يعني ايه اوفر برايس؟ يعني حضرتك كده بتتكلم على انهم بياخدوا العربيات بيخبوها وبيسقعوها علشان يزودوا سعرها، اللي هو المفروض احنا بنقول السعر على اول السنه هينزل، هم بيلعبوا اللعبه دي، يقول لك هينزل ويزود سعرها من ناحيه ثانيه. طب هنخلي سياده اللواء. احنا عندنا في محافظه الاقصر في عربيات 2018 و2019 حضرتك. طيب قبل بس ما سياده اللواء يرد معانا عادل من المنصوره. اهلا بحضرتك يا استاذ عادل. استاذ عادل واضح ان الاتصال اتقطع. كل سنه وحضرتك طيب، وحاول تتصل بينا مره ثانيه. حضرتك ممكن ترد على الاستاذ احمد؟ بس حضرتك الاستاذ احمد بيقول في عربيه صيني لسه نازله جديد وموجوده عند الوكلاء، نازله جديد وليه موجوده عند الوكلاء والوكلاء بيخبوها او الموزعين. الكلام ده حضرتك مش مظبوط طبعا، ما ينفعش اصلا، لان الوكيل حضرتك النهارده بيجيب بضاعته بيديها لمين؟ بيديها للموزعين. الموزعين حضرتك بيبيعوها لتجاري او بيبيعوها لل ايوه. بس انا هرد على حضرتك معلش، احنا هنا في مصر مش في المدينه الفاضله. لا يا كلام حضرتك كده ان السوق يعني بسم الله ما شاء الله الناس حنينين على بعض وبيمشوا الدنيا كويس، بس ده ما بيحصلش على ارض الواقع. انا ما اروح اشتري عربيه والاقيهم بيسقعوها عشان يغلوها عليا. هي ارض هيسقعها. هو حضرتك لما يخبيها عني ده تهريج يا فندم. الوكيل اللي بيبيع عربياته ما هو يعني ما هو الساده المشاهدين اللي بيقولوا مش اي وكيل يا فندم. انا مش بدافع عن الوكلاء، بس انا بقول لحضرتك الوكيل لما بتجي له بقول لك الطبيعي، وكيل لما بيجي له بضاعه اصلا هو بيوزعها على ايوه. ما في اللعبه بقى اللي بتحصل هنا ايه؟ ان يقول لك مثلا احجز ادفع ديبوزيت هتاخدها بعد شهر شهرين. عند الوكيل ولا عند الموزع؟ ما اكيد عند الكلام عند الموزع. عند الموزع اللي هو الوكيل بيدي العربيات للموزعين. تمام. يبقى الحته بتاعت الموزعين، الموزع حضرتك بيستلم عربياته، الموزع اصلا عليه فلوس، المفروض انه هيدفع فلوس ولازم يبيع البضاعه اللي عنده عشان يقدر ان هو ياخد الشهر اللي بعده والشهر اللي بعده، فهيقعد عنده بضاعه يعمل بيها ايه؟ صحيح بقى في عرض وطلب هنا، ممكن تكون البضاعه اللي واخدها قليله، ممكن الموزع، لكن الموزع حضرتك لما بيجي يطلع فاتورته بيطلع فاتورته باللي مدفوع، يعني لما بيجي الراجل النهارده يدفع له فلوس العربيه بيروح مديله الفاتوره بالمدفوع بتاعه. بالمدفوع بتاعه. في مين اللي بيعلن عن ثمن العربيه؟ هو الوكيل، مش اللي هو اللي بيعلن. ليه بقى هنا؟ ليه هنا في الحاله دي ما يشتريش زي ما في عنده انواع ثانيه كتير؟ يعني افترض حضرتك انا جاي اشتري وفقا لامكانياتي، انا امكانياتي ما تسمحش غير اني ادفع 200 مثلا و40 ولا 250. تمام. تيجي تقول لي روح اشتري عربيه ب 300 ولا 400، اصل هنا وفق يعني بلاش تشتري من ده عشان وحش. ما اقصدش انا كده، انا اقصد ان حضرتك ان هي عرض وطلب، يعني في الياس في حاجه اسمها الياس. ما احنا هنا بنتكلم على ايه؟ العرض يعني والطلب. يعني هل كل الموزعين اتفقوا مع بعض انهم يخبوا العربيات؟ لا ما هو بس بص ممكن تيجي بطريقه ثانيه. لا
ممكن تيجي بطريقه ثانيه. لا لا ممكن تيجي. ما هو حضرتك سمعت كلامه بيقول لك انا لفيت الصعيد كله. طب طب هل يعني هو يبقى هو كلامه كده مظبوط؟ عايز يعني شركه الصناعه المحلي الشيري ابيزو التجميع المحلي ليه 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 عليها اوفر برايس؟ عشان اشجعها. مين قال لك ان فيها اوفر برايس؟ عليها اوفر برايس يا فندم 10000 جنيه و15000 جنيه. مين قال لك يا فندم؟ يا فندم ازاي يا فندم؟ احنا في السوق. يا فندم طب ايه راي حضرتك؟ حضرتك لو انت مش عاجبك بس يا فندم لو مش عاجبك السعر حضرتك بتروح على الوكيل. طيب احنا سمعنا يا فندم عشان اوصل لك لحل. روح على الوكيل. الوكيل عمره الوكيل يقول لي مش عندي. طيب بص عمره لا الوكيل يقول لي مش هيقول لحضرتك في وكيل بيسلم فورا يا فندم بيسلم بعد 15 يوم بعد شهر. مفيش في وكيل بيسلم والله هيسلمك والله هيسلمك. طيب خلينا بس خلينا بص الحكم ما بيننا. بص يا فندم ملاك الشريعه يا استاذ هشرح لك دلوقتي افرجك رسائل الناس استاذ هشجعها ازاي وقت افرجك. يعني راح الوكيل وقال ما عنديش ولا قال له احجز. الفيصل ما بيننا الساده المشاهدين تمام. احنا استاذ احمد من الاقصر قال لحضرتك ان هو لف على كذا موزع وما لقاش والعربيه بيزيد سعرها. حضرتك قول لي اسم العربيه يقول لي اسم العربيه ايه؟ خلينا بقى مع استاذ احمد من القاهره. استاذ احمد عرفت هو بيتكلم عن شيري تيم يا استاذ محمود. انا عارف يا فندم عرفت لا معلش معلش نقطه نظام يا جماعه. خلينا يا سياده اللواء سياده اللواء. طيب هنطلع فاصل صغير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.